للرياضيين التوانسه في مختلف المنافسات. على كل باش ناخذوا اكثر تحاليل فنيه، وكذلك كيف شاف زميلنا الاعلامي تقريبا المختص في الرياضات الفرديه توفيق قاسم المشاركه التونسيه الى حد الان. توفيق اهلا بك. اهلا وسهلا اسلام، مرحبا بك، مرحبا بالساده المستمعين. مرحبا بك سي توفيق، حابين ناخذ رايك بصفه عامه الساعة من الاول وبعد ندخل في التفاصيل. كيف شفت الى حد الان المشاركه التونسيه؟ المشاركه التونسيه فهمني نجم نقولوا ما خارق العادة، كانش نشوفوا معناتها البلدان العربية كل المشاركة معناتها كاس بلدان معناتها هزت ميداليات ذهبية، قطر البارح والبارح، اليوم المغرب كملت هزت البقالي ما قصرش في 3000 موانع، عمل سباق خارق العادة، معناتها تونس عملت ميدالية ذهبية وميدالية فضية، يعني أربع ميداليات عربية معناتها البلدان العربية كل الأخرين ما هزوش. شوفوا احنا بلدان الإفريقية 54 دولة إفريقية معناتها لحد الآن معناتها خلف معناتها اثيوبيا ولا معناتها افريقيا الجنوبيه في السباحه، حتى دوله ما هزت ميداليه ذهبيه. شفنا افريقيا عندها تاريخ كبير في الملاكمه، ربحت ميداليه برونزيه برك، معناتها البقيه كليك انسحبوا، معناتها قويه برشا لعبوا الاولمبيه، ماهيش ماشي تلعب شومبر دافريك، ماكش ماشي تلعب بطوله عربيه، يعني معناتها الالعاب الاولمبيه اقوى من بطوله العالم، معناتها هذا الناس اللي تحط يعني بطوله العالم انت تمشي بطوله العالم ترشحت، لكن برشا مترشحين في بطوله العالم. فهمني فما برشا امكانيات انك تلعب ادوار الاولى وتنجح وتتعدى ادوار من ثانيه وادوار ثالثه في الالعاب الاولمبيه، لا العدد معنا نخبه النخبه العالميه هما في العالم اسلام، فما مليار ونص يلعبوا معناتها يمارسوا الرياضه، فما فيهم 11000 كهو ترشحوا للالعاب الاولمبيه، من 11000 فما 937 مش يهزوا ميداليات، وال 10000 واش الاخرين مش يروحوا. هذا الناس لازم تعرفوا، هذا حاجه الاولى. الحاجه الثانيه كي نشوفوا احنا وقبالي قلناها معناتها الجمعه الاخرى، معناتها الوفد نتاعنا كله صغير، معناتها ثلاثه معناتها زوج اسلاف نتاعو، يعني معناتها بريسك 60% معناتها وفد صغير، معناتها ثم الصعوبات الكبيره اللي وجدوها الرياضيين من الحين نتاعنا باش معناتها معناتها يحضروا الالعاب الاولمبيه، معناتها دخول في الجائحه نتاع مناول اللي خلات معناتها خلتهم كل الرياضيين في الحقيقه يوقفوا الانشطه نتاعهم. تتذكروا الناس كليك قرارات تم اتخاذها معناتها في مارس وابريل. سي توفيق خلينا نتفاعل معاك في النقطه هذه نتاع صغير، هو مش فايده في الصغير، معناها الفايده انه نكملوا نخدموا عليهم في المنافسات الجايه. تو انت تعرف تفكر ما كان تفكر في ريو فارس الفرجاني اللي كان معناتها في السكريم، معناتها كنا نستنوا منه برشا حاجات، لكن بعد ما لقيناهش اختفى كيف كيف، وسمى الوسلاتي في التايكواندو ما عادش ما لقيناهش كيف كيف في الاولمبياد هذا، ولو انه موضوع اخر وسمى الوسلاتي. دونك الفايده نكملوا نخدموا عليهم، معناتها مش فقط تو كاشير كل يوم صغار ومشوا على رواحهم. معناتها شوف في ظروف عاديه، انا نقول في ظروف عاديه مع الرياضيين تاعنا كانوا يعملوا خير. انت جبت فارس فرجاني معناتها رغم اللي هو عدى معناتها العام نتاعو كل في امريكا، لانه يقرا في امريكا ويدرب في امريكا، كي روح لتونس ما لقاش وين يمشي يحضر، احسر في تونس. فهمت؟ نفس الشيء ينطبق على الرياضيين التونس الكل اللي هما معناتها في البرنامج التحضيري نتاعهم، بعد ما ترشحوا حضروهم الفرق الفنيه نتاعهم البرنامج التحضيري نتاعهم، وبعد قاو بلوكي في تونس، يعني معناتها بعض الرياضات معناتها حلت لهم تركيا الابواب مشاو معناتها لقاو فين يحضروا وفين يعملوا ملتقيات دوليه، لقيوا كليك احنا معناتها اخر لحظه معطيك معناتها البارح معناتها في الالعاب قوى مثال على سبيل المثال ثمي مروة بوزياني والعيوني يشاركوا في 8000 متر موانع، في اخر لحظه ماشيين مش يشاركوا في ملتقى في الجزائر قبل الالعاب الاولمبيه ما نجموش يمشيوا، معناتها المشكله نتاع الكوفيد، معناتها المشكل هذا معناتها لانه هما معناتها الناس اللي لازم الناس تفهموا، يعني هما في اوروبا ما عندهاش مشكل، هما يمشيوا لبعضهم قراب، معناتها فما برشا ملتقيات دوليه، فما برشا مشاركات، احنا لا، احنا لازم يتنقلوا لاوروبا ولا اسيا ولا امريكا باش نجموا يشاركوا، بما ان جات الحصره هذه نتاع الكوفيد، معناتها الاتصالات معناتها ما فماش اتصالات، ممنوع معناتها التنقل، دونك قاعد نتاعنا ما لقاوش كيفاش يحذروا. يعني عند المصارعه تو معناتها بداوا معناتها اليوم المصارعه معناتها اوبليجي معناتها في الحمامات، الجيدو نفسي في الحمامات، معناتها برشا رياضيين خرجوا من تونس مشاو للحمامات باش يتدربوا وفي الحمامات يقوموا بتدريباتك اهو.
مش شركات وتدريبات يقوموا بها وحدهم. لو تاخذ مثلا اي مثال ناخذ زينب الصغير اللي معناتها ما عندها فرصه معناتها باش تلعب على ميداليه برونزية غدوة في المصارعة، هي أصغر مصارعة تونسية 18 سنة، زينب صغير معناتها كيف تلعب في الوزن نتاعها 67 ما لقاش معناتها معاش كون تلعب، معناتها أنت تلعب معناتها لماش تصارع، معناتها يلزمك واحد، معاش كون مصارع، ما عندهاش معناتها مصارعة أخرى في نفس الوزن تنجم تدرب معاها، ولا معناتها ينطبق على كل الرياضيين نتاعنا. نفس الشيء روحه، نفس الشيء معناتها كله كيف كيف. صعوبات كبيرة معناها. صعوبات كبيرة مع دخول في التدريب ما تبقاش مع شكون تتدرب، لأنك تتفوق على كل المنافسين معناتها في تونس، وحدك تلعب في الوزن نتاعك ولا في السباق نتاعك ولا في الاختصاص نتاعك، ثم أنك ما تلقاش فرصة باش تمشي تعمل مشاركة دولية برا ولا حتى باش تقوم تهرب. هي شفت بعض التصاور ظهر لي نهاية شيخ روحة شفتها حتى تتدرب مع رجال معناها. معناتها انا نعرف بعض الحكم اللي معناتها قريب برشا من النهال، معناتها هي تتدرب مع الاولاد باش معناتها ما خاطرش طفله معناتها تنجم تلعب معها. هي في التحضير الاخراني معناتها مشات معها ساره المزوري اللي ساره تلعب في 70 كيلو باش تنجم تتدرب معها شويه في الحمامات، ومشات معها معناتها الاسبوع معناتها للالعاب الاولمبيه باش تنجم تدز معها شويه. اما فما فرق بين ساره المزوري 70 ونهال فوق 78. دونك سي توفيق نقول اللي جاي لحد الان يتسمى معناتها اكثر من لازم هكا سافا معناتها تكافي الحصيله لحد الان. احنا معناتها نتمنى تكون خير، نتمنوا معناتها مازال مروه الشيخ الغدوه تلعب، مروه العامري مازال معناتها غدوه في الليل، بعد غدوه في الليل اسامه الملولي، مازالوا معناتها بقيه المصارعين، نتمنوا ان الحصيله تكون افضل، لكن معناتها اذا كان معناتها بقات الحصيله كما هي معناتها لحد الان ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه، تكون الحصيله خير من لندن، رغم اللي في لندن عملنا تحضيرات خير وكان ظروف اخرى. ظهر لي خير من ريو، زاد كان في ريو ثلاثة برونزيات على ما اعتقد. اي خير من ريو، معناتها حبيت نقول خير من 2016 في ريو، هزينا ثلاثة ميداليات برونزية، تذكر الناس كليك اللي هزيناهم في الايام الاخرى نتاع ريو، لانه معناتها العشر ايام دول ما هزينا حتى شيء. صحيح. اللي قعدنا انتظرنا معناتها واحنا في العادة معناتها انا من المتابعين للالعاب الاولمبية معناتها وحافظين التاريخ الورق يشوفوا اللي ديما تونس معناتها تهز ميداليات في الايام الاخرى نتاع الالعاب، المره هذه معناتها العشر معناتها مع النهار الاول نهار ثاني هزينا زوج ميداليات. لهنا على ذاك كانت امل التوانسه كبرت شويه، لكن بعد نسمع كان انسحب انهزم، هذا هو تقريبا معناتها. شوف باش نبداو واقعيين، النتائج عاديه معناتها ولو انسحب متوقع اي رياضي انسحب، ما فماش واحد انسحب وما عطاش ما عنده، معناتها تقريب في الرياضات الكل 16 رياضه حاضره، نركز على الرياضات الفرديه 15 معناتها بخلاف الرياضات المائيه، الرياضات المائيه اللي هما الاسرعه والكانوي كاياك اللي بداوا اليوم معناتها اللي مستواهم الحقيقه كان بعيد على المنافسه بعيد برشا، شفناهم اليوم الصباح معناتها حتى على مستوى ارقام كانوا بعد برشا على المنافسه، الاسرعه كيف معناتها الدوبة طول اللي شاركوا نتاعنا كانوا بعاد ياسر ولقوا صعوبات كبيره سي توفيق حتى الرياضات الاخرى سواء القتاليه المصارعه البوكس السكرين زاد كيف تقريبا ما نحكيوش على التتويج، اغلب الرياضيين من المقابله الاولى ينسحبوا معناها. شوف الحقيقه بون المصارعه اليوم بديت ما نجمش نحكي عليها لانه المصارعه نعطيك مثال هيكل العاشوري يلعب القرعه نتاعه ضد خمس في العالم. نمجد معافي لعب ضد بطل اسيا او العالم اواسط وهو مع توزيع صغار معناتها فرد عمر. 21 سنه 22 سنه. زينب الصغير لعبت ضد الملعبيه في الوزن 67 كيلو اللي هي معناتها بطلت العالم قداش من مره فهمني، واللي هي ترشحت توا للفينال معناتها غدوه مش تلعب الدور النهائي، حتى المباراه نتاع التدارك معناتها غدوه مش تلعب ضد بطلت العالم 2017 واللي ربح بطوله العالم ثلاث مرات ياسمين ادار التركيه صعيبه.
معناتها تخسر تكمل من لعبت سي توفيق مركز سابع سي توفيق لعبت وخسرت ديجا فعلا معناتها زين في المركز السابع اول مشاركه لها طفل عمرها 15 سنه الجي معناتها القرعه تحطها ضد زوز معناتها امبوسيبل باش تنجم تلعب معاهم وزي ما براو معناتها يتبع البارتي الثانيه نتاعها خاصه 2-0 كانت في لقطه في وقت اللعب معناتها كانت شويه حد كانت تنجم هي تربح كان لازم تحط معناتها المنافسه نتاعها باللمس نقولوا توش احنا في رياضه المصارعه فمي كانت تنجم تربح البارتي نتاعها وتمشي باش تلعب على الميداليه البرونزيه مستوى بعيد شويه للتوفيق ذي حتى فما مقابله الحكم موقف اللاعب معناها عدم تكافؤ موازين القوى في المصارعه صحيح في مباراه العاشوري معناتها ضد البولوني البولوني معناتها قوي برشا وفي القانون نتاع المصارعه وقت يبدا عدم نقولوا احنا سيكيوريتي ايفيدونت معناتها تفوق واضح بالعربي سي لونجاج تكنيك نتاع المصارعه وقت يبدا فما سيكيوريتي ايفيدونت يوقف الحكم المباراه باش ما تعرف معناتها في الرياضات هذه في برشا اصابات في الجيدو ولا المصارعه وكذا دونك خوفا من انه معناتها تصير اصابه فمي للاعب معناتها اللي قاعد خاسر يوقف الحكم المباراة بالتفوق الفني. باهي سي توفيق حسب ما فهمت من كلامك دونك بخلاف ما العامل اسامة المالولي يمكن هذم شوية نتوقعوا منهم سينو الباقي معناتها فقط للمشاركة. لا صحيح احنا معناتها مازالوا غدوة أيمن باشا مش يلعب في المجموعة باء في رفع الأثقال. 9 كيلو في رفع الأثقال. سليمان النصر بون يمكن يربح الدولون نتاعو ضد العراقي هو لاعب ريفيجي اكل العبيدي في المستمع ومروى لم يجد معاه في معناتها مش يلعب التدارك ضد بطل اسيا والبطل العالم لاعب اذربيجان معناتها زاد سعيد ياسر معناتها انه ينجم يتجاوزوا نقيه صعيب 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 واضح طيب المليولي كيف ما انت ما عرفش شنو حظوظه خاصه الاولمبياد اللي فات ما كانش ريزولتا كما حبينا ما كانش ميداليه نجم يكون الاولمبياد هذا تختلف في المسابقه ولا صعيب شويه كيف زاد شوف اللي صار في الاولمبياد السابقه في العشر كيلومتر في الواحد اللي تبعوا مليح معناتها شوفوا معناتها الضرب اللي وقع معناتها لانه هما كلهم مشاو تقريبا 12 13 سباح معناتها في نفس الكوكب كوكب الطليعه والفارق حصل في الاخر بالفينيش فهمت وبعدها وبرشا ضرب برشا ضرب صار تحت الماء ما تعرف كيف يبداو الكل قرب بعضهم لازم باش معناتها وقت واحد يدور بيديه ويضرب بساقيه لازم باش يضرب واحد دونك معناتها واضحه العمليه مليوني كان ضحية الضرب اللي لوطا اللي خلاه يبعد على المستشفى ان شاء الله معناتها غدا يكون بعد غدا معناتها العشرة ونص نتاع الليل هما الناس كلية نجموا تتابعوا السباق غدا العشرة ونص نتاع الليل يوفى تقريبا نص ليل ونص معناتها السباق مش يصير معناتها حكاية نتاع ساعتين غير درج ساعتين غير درجين يمكن ساعتين فهمني حسب الطقس واحنا الطقس شفناه برشا مطر اليوم في طوكيو ان شاء الله معناتها الوكيل الحد يكون من ثلاثة ليال. مروه العامري كيف ممكن؟ مروه لازم تتجاوز معناتها المنافسه نتاعها الاولى السويديه قويه. بطلة اوروبا ظهر لي بطلة العالم زاد. عملت زوج ميداليات برونزيه في بطولة العالم الاخيره. عندها خبره كبيره عمرها 30 سنه كيف مروه بينتهم عام معناتها في الالعاب الاولمبيه معناتها جات في المركز العاشر في لندن وفي المركز العاشر زاد في 2016 في ريو معناتها عملت تحذير خير من مروه نعرفوا مروه وقفت في وسط العام سنه نظرا للاصابه والنتج على الانقطاع ونرجع للتحذيرات وكذا قعدت اشهر معناتها ما دربتش رجعت في مارس ان شاء الله معناتها تكون في قمه الجاهزيه نتاعها وتتعدى لانه غدوه مروه معناتها تتعدى السويديه كاترينا يوهانسون معناتها انا اكد لك اللي تنجم تمشي مليح لقدام وتوصل معناتها حتى لدور نصف نهائي على الاقل. ان شاء الله. تكسحها سي توفيق مشكور على تدخلك معنا.
شكرا للقاء. شكرا على كل هذه الإضافات اللي مديتنا بها زميلنا الإعلامي توفيق قاسم المختص في الرياضات خاصة الفردية. هكا نوصلوا لنهاية فير بلاي اليوم. شكرا على باشا في الإخراج آدم المدب، وآمز قولي في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات إسلام المدب.